قال في إزار ورداء أبيضين، هذا من المستحبات أن يحرم في إزار ورداء أبيضين. طيب، وحينما نقول أنه مستحب فلأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وليحرم أحدكم في إزار ورداء، فلو أحرم في غير ذلك جاز، فلو أحرم مثلا في إزار فقط جاز، ولو أنه أحرم في إزار ورداء غير أبيضين جاز. وإنما استحب الأبيض من قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتاكم فإنها من خير ثيابكم. والسنة أو الحكمة في هذا الإحرام أن يكون بهذه الهيئة حتى يتساوى الناس، فلا ترى إلا محرما فيتساوى الناس كبيرهم وشريفهم ووضيعهم، وحتى أيضا يعني يحصل فيهم التواضع وأن يضحون لله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول بعض أهل العلم أن هذا فيه تذكير للناس بالمحشر أو بقرب بالموت، فإن هذا لباس الميت الثوب الأبيض ومثل هذا المجمع لا شك أنه فيه عظة، فيه عظة. فلذلك شرع الإحرام وأن يكون في إزار ورداء وأن يكون أبيضين، فلو أحرم بغير ذلك جاز. هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فبأي ثوب أحرمت جاز، ولا يشترط لون معين، لا يشترط لون معين، بل لها أن تحرم بما شاءت ما لم يكن ثوب زينة، لأن المحرم والمحرمة ينبغي أن يبتعد عن الترفه والزينة، فلذلك لها أن تحرم في أي ثوب وأي لون